اتفضل. الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن بعضكم يستغربوا، لكن احنا في شغلنا اتعودنا ان احنا ما بنستغربش عن اي حاجه، ودايما بنتوقع الأسوأ. في بعض العناصر الاجنبيه اللي تابعه لاجهزه استخبارات دول مش حابه الخير لمصر، ده ما اقصره، استغلت ظروف البلد ودخلتها، وللاسف في ناس جوه نظام الحكم دلوقتي بيساعدوهم على ده. مصر دلوقتي في خطر يا ولاد، ومحتاجة لدور كل واحد فينا، والمصريين عشانهم فينا كبير قوي، واحنا مش هنخسره ان شاء الله. ان شاء الله. في كل ظرف من دول عملية بتحدد فيها مهمة كل واحد فيكم بالتفصيل، عايزكم تقراها كويس قوي، وهجتمع بيكم بعد 45 دقيقة كل واحد لوحده. تمام. على اذنكم.